تحول في انطلاقه وتمريره، الواحد صفر بالفعل. منتخب غينيا يسجل، منتخب غينيا الاستوائيه يغالب برازافيل بلمسه عن طريق من ايميليو انسوي، يسجل هدف راس بقيه يفتتح باب التسجيل في هذا الكان، في هذه النسخه الصعبه، في تحدي كبير لغينيا الاستوائيه في هذه التداوره. منتخبها يتعلق، منتخبها يهدر سباقية. شوف اللقصة، شوف المرور بكل أناقة، مر إيفان زرندولا، مر منطلق ومر الكرة بينية مع انطلاقة ولا أروع للمهاجم إيميليو انسوي. انسوي يتفوق على حارس برازافيل ويضع كرة في المرمى ليحرك جنبات ملعب بطا. إذن الأسبقية للرعد، التفوق لغينيا. غينيا تتقدم 1-0 على حساب برازافيل. إذن أسبقية لصالح صاحب الأرض والجمهور. الافتتاح يشهد تقدم غينيا الاستوائية في انطلاقة وتمريرة، 1-0 بالفعل. منتخب غينيا يسجل، منتخب غينيا الاستوائية يغالب برازافيل بلمسة عن طريق من إيميليو انسوي، يسجل هدف الأسبقية يفتتح باب التسجيل في هذا الكان، في هذه النسخة الصعبة، في تحدي كبير لغينيا الاستوائية في هذه التداورة. منتخبها يتعلق، منتخبها يهدر أسبقية. شوف اللقصة، شوف المرور بكل أناقة، مر إيفان زرندولا، مر منطلق ومر الكرة بينية مع انطلاقة ولا أروع للمهاجم إيميليو انسوي. انسوي يتفوق على حارس برازافيل ويضع كرة في المرمى ليحرك جنبات ملعب بطا. إذن الأسبقية للرعد، التفوق لي.